السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بالنسبة للفيديو اللي سبق تم النشر بخصوص دلع أسية، كان المشكل في الفيديو أنه رابط الوصف، الرابط اللي حطيتكم في الوصف هو ما مقادش، لكن تم إصلاح المشكل ديال تيشارجمو ديال البي دي اف. فهاد الفيديو إن شاء الله غادي نحاول نصلح جميع المشاكل اللي عندي في عدد عقدية، يعني تبع معايا مزيان، يكون تمرين تطبيقي شامل في درس عدد عقدية، تمرين نفس طريقة الخوف في الوصف بي دي اف تيشارجو. ولكن حاول معايا تبدا معايا الفيديو كامل، يعني من الاول حتى الاخر، راه بين ندير جميع الخاصيات، جميع الحالات الخاصه بعدد عقدي، تمرين شامل مع تذكير لكل فقره، غادي نعطيكم تذكير ديالها والبرهان وكيفاش تخدم بها وكيفاش تخرجها. يعني غادي يكون تمرين كافي شافي ليك اللي يغير النظره ديالك 180 درجه كامله، يعني من صفر تقدر توصل ل 100%، تحصل 100% في عدد عقدي. لكن خاصك تتبع معايا مزيان، واللي ما فهمتيش وقع لك فيه شي مشكل حاول تصيفط ليا او حاول تصيفط ليا في كومونتير تقول لي الحوايج اللي ما تستوعبتيهمش، ونعاود ان شاء الله نديرو فيديو اخر تصحيح المشاكل اللي عندك في الدرس عدد عقدية. نبداو على بركه الله بالمعادله زد او سيتان، كان السؤال زد او سيتان ناقص 8 زد زائد 17 تساوي 0، حله في السي. كتذكير لهذه الفقره اللي حل في السي، يمكن تردوا مع البال في الدرس او كتذكير حلول المعادله اللي تكتبها بشكل ا زد وكاري زائد ب زد زائد سي كتساوي صفر. هذه المعادله كنزلهم دلتا، المميز دلتا اللي هو ب او سي 2 ناقص 4 ا سي، الا ردتوا البال دلتا الا كان موجب فحلول المعادله بيكونوا في ار، وهذا ليس مطلوب، هو قال لك حل في السي. إذا كانت كتساوي صفر اش تخرج لنا؟ تخرج لنا ناقص ب على جوج أ، وهذا كينتمي إلى إر، إذا ليس في سي، إذا كتكون دلتا تكون حالة دلتا أصغر من الصفر. إذا بما أن دلتا أصغر من الصفر، إذا كنقولوا المعادلة أو راها تقبل حلين عقديين مترافقين في سي. هاد الحلين العقديين المترافقين في السي، اش كنقصد بمترافقين؟ يعني واحد عنده المرافق ديالو هو الاخر. ردوا معايا البال كيفاش كنكتبوهم، حلين عقديين زد واحد ناقص بي ناقص اي جذر ناقص دلتا سيغ دو ا، الحل الثاني زد جوج اللي هو ناقص بي زائد اي جذر ناقص دلتا على دو ا. يمكن ندير واحد الطريقه اخرى، ناقص بي ناقص اي جذر فالور ابسولي دو دلتا على الثاني ا، أو ناقص ب زائد اي جذر لا فالور ابسولي دو دلتا على اي ثاني أ. ونكتب مجموعة حلول المعادلة، ناقص ب ناقص اي جذر ناقص دلتا على دو أ، ناقص ب زائد اي جذر ناقص دلتا على دو أ. هادو حلول للمعادلة، ولكن نرد مع البال، المعادلة تقبل حلين عقديين مترافقين في سي. هاد المترافقين يقدروا انسان او كل واحد فيكم يقدر، كل واحد يقدر يطرف بالو كيفاش هاد حلين مترافقين في السي، يعني هذا اللي كان ناقص فالاخر كيكون زائد، يعني هذا كيتسمى البار ديال هذا. اذا ما هو زد جوج الا اش؟ الا زد واحد بار، يعني يمكن تحل الحل الاول ودير زد جوج ما هو الا زد واحد بار. نطبقوا على التطبيق او نحلوا المعادله، عندنا احنا المعادله زد سي 2 ناقص 8 زد زائد 17 تساوي صفر. اذا اذا درنا مميز دلتا، اذا نحصلوا على ناقص 8 ها بي ها ا ها سي ناقص 4 في 17، اذا شحال تعطينا؟ 8 اس 2 هي 64 ناقص 7 في 4 هي 28 اللي زائد 2 هي 68، كتحسبوها في آلة حاسبة تخرج لكم المميز دلتا هو ناقص 4 اصغر من صفر، وبالتالي المعادلة راه تقبل حلين عقديين مترافقين في السي. الحلين العقديين مترافقين في السي شكون هما؟ هما زد واحد تساوي ناقص ب، ردوا معايا البلد ناقص ب رفعها ناقص 8 مع ناقص هي 8 ناقص جذر مربع ناقص، رد معايا البال، ناقص اي هالخاصية فيها ناقص اي جذر مربع دلتا فيها ناقص 4 ناقص دلتا هي 4 على 2، والحل الثاني ما هو الا 8 زائد اي جذر مربع 4 على 2. كحساب 8 على 2 تعطيكم شحال؟
8 على 2 تعطيكم 4 عفوا تضم 4 4 و 2 على 2 هي 1 اذا ناقص اي 8 على 2 هي 4 ويضم 4 4 هو 2 2 على 2 هي 1 اذا حلول المعادله هي اس الحل الاول هو 4 ناقص اي الحل الثاني هو 4 زائد اذا نتمنى تكون عرفت الطريقه تاع حلول ديال المعادله كاين بعض التلاميذ كيديروا زيد واحد بار اذا درتي هذا البار ديالو شبع عليك وبدير البار يعني بتقلب ناقص بزائد يعني بتولي الحل الثاني هو 4 زائد اي اذا يمكن نكون انني قد وريتك الطريقه اللي يمكن تحل بها معادله من الدرجه الثانيه في السي اذا رد معايا البال الطريقه ديالها راه ساهله مهله اذا نتمنى تكونوا وصلتوا الفكره تاع التمرين في السؤال الثاني بالنسبه للسؤال الثاني كان هو مد في المستوى العقدي المنسوب الى معلم متعامد ممنظم مباشر او اف في نعتبر النقط ا و بي و سي التي الحقها على التوالي ا هي 4 زائد اي بي هي 4 ناقص اي و سي هو ناقص اي مثل النقط في المعلم المتعامد الممنظم او اف في اذا النقط اللي عندنا الى ردت البال هما ا نذكرهم لكم هو ا 4 زائد اي بي بالنسبه للبي هي شحال عندنا 4 ناقص اي وعندنا سي هي اخر نقطه هي ناقص اي كتذكير لفقره انشاء مجموعه او مجموع او انشاء نقطه في معلم متعامد ممنظم اف في كنستعملوا طريقه ديال فقط الى عندنا ردوا معايا البال لحقوا نقطه لحقوا نقطه ما هو اذا كانت نقطه تكتب على شكل ا بي فلحق النقطة زد أ ما هو إلا أ زائد إي بي يعني إلا عندنا أنا أ كتكتب على شكل 4 زائد إي فكيدير هاد النقطة أ نعبر على نقطة على شكل أفصول وأرتوب 4 أ أرتوب ديالها شحال 1 بي شحال 4 ناقص 1 سي فين هو الأفصول أفصول راه فيه صفر إذا مخبي إذا سي كيف تكون صفر والأرتوب شحال ناقص 1 اذا هادو هما النقاط اللي خصني انا نمثل اذا اش غادي ندير ندير معلم هذا محور ديال الغيال وهذا محور ديال ليماجينير ديال الزاد هذا اي او في ما يمكنش نخدمو معلم او اي جي لان يمكن نخدمو ولكن هنا كان بما ان هذا عدد هذا معلم خاص بالاعداد العقديه اذا خصنا نرمزوا له اي في يعني معلم ديال الاعداد العقديه حقيقي تخيلي اذا بالتالي معلم النقط انا ما كنستخدمش قيم مضبوطه في هذا المعلم لكن نتوما حاولوا تقادوا داكشي مسطره قادوا القضيه مزيان اذا هنا اش غناخذوا 0 ناقص 1 0 ناقص 1 هذه هي النقطه بوان سي 4 ناقص 1 1 2 3 4 ناقص 1 هنا هادي لي بوان سي هادي لي بوان بي اللي هي شحال 4 ناقص 1 هادي لي بوان سي اللي هي 0 ناقص 1 بقى لي بوان ا هي 4 1 لي بوان ا هي 4 1 اذا انا اتممت انشاء النقط النقط كما هي ممثله في الشكل لاحظوا معايا مزيان انني مثلتها بطريقه سهله فقط اعتمدوا على خاصيه لحق نقطه اذا لحق نقطه ما هو الا افصولها ومرتبط بعدد حقيقي وارتوبها يمثل الايماجينير اذا ردت البال الحقيقي ديما هو هذا والتخيلي هو هذا اذا ردوا البال لهذه الفكره ردوا البال كيفاش نشؤوا لحق نقطه وردوا البال لهذا الشيء كنقول لكم راه خصكم تبعوا مزيان تعرفوا كيفاش كيتم الانشاء ديال النقط نمشوا على بركه الله في السؤال الموالي اثنان بسم الله اثنان جوج في السؤال اثنان كان هو نعتبر في المستوى العقدي المنسوب او السؤال ليس اثنان عفوا با باقي لنا السؤال با السؤال با نعتبر الدوره دي مركزه اوميغا ولحقها جوج وزاويته بي على جوج حدد دي لحق النقطه دي صوره ا بالدوران ار هذه مشكله يعني بعض التلاميذ كيقول لك انا ما نعرفش نحدد الدوره ما عرفتش نخرج تعبير الدوران صعيب عليا شوفوا معايا مزيان تعبير الدوره ما هو بسيط جدا اذا تبع معايا مزيان باش تفهموا مزيان نعتبر النقطه ام هنايا وصوتها ام بريم شوف معايا مزيان هذه هي الزاويه
نلونها لكم كاع. هذه هي الزاويه تيتا، وهذا هو المركز اوميغا، اوميغا ام، اوميغا ام بريم. هذه هي الزاويه تيتا. هذه الزاويه تيتا اشنا هي اللي عندها؟ هذا ردوا معايا البلده فقط تذكير. اذا اش اش كنحقق لنا تعبير الدوران؟ الصوره هذه هي هذه. اذا شي حاجه هنا ثابته، اولا الشعاع يعني اوميغا ام او اوميغا ام تساوي المسافه اوميغا ام بريم، والزاويه اوميغا ام اوميغا ام بريم شحال كتوافق؟ تيتا بالترديد دوبي. اش نقصدوا بتيتا بالترديد دوبي؟ يعني تيتا زائد دوكابي، يعني زائد دوكابي دوره كامله. اذا هذا التعبير العقدي للدوران يكتب بالصفه التاليه، عقلوا معايا مزيان. تعبير الدوران زاويته تيتا والمسافه ديالو متساويه، يعني الى بنكتبوا تعبير الدوران ار دو ام كننظر بالروتاسيون ديال لو بوين ام تساوي ام بريم، يعطيني الحق نكتب هذه الكتابه. ردوا لي البال كيفاش؟ زاد بريم ناقص زاد اوميغا يساوي اكسبونونسييل اي تيتا عامل للزاد ناقص زد اوميغا. اش كنقصد بهذه الكتابه؟ هذا كنقصد بها بان اوميغا هو مركز الدوران اللي رمزنا ليه هنايا، مركز الدوران. ترد لي عليه البال عافاك، كنعطيه ليك في معطيات التمرين. ثانيا هذه كتسمى زاويه الدوران. واش كنقصد بزاويه الدوران؟ قلت لكم هي الطيطا. اذا ترد لي البال لهاد زاويه الدوران تيتا. كيفاش كنحسبوا الاكسبونونسييل اي تيتا؟ اكسبونونسييل اي تيتا كتساوي كوس تيتا زائد اي سين تيتا. اذا شوف معايا مزيان الفكره. اذا انت في الفرض شنو المطلوب عندك في الفرض؟ انا هذا اعتبره تذكير مني باش تبقى عاقل عليه، حطه قدام عينيك، عقل على التذكير. ما هو تعبير دوران؟ وهذا تعبير دوران هو نسكادر لك عليه باش تعقل عليه مزيان، ديرو في دماغك وعقل عليه، لانني غادي نطبق به التمرين، وغادي يكون التمرين ان شاء الله ساهل كيفاش تخرج من الشاجه. واعر نرجع معايا هنايا وتطبق معايا السؤال درجه درجه حتى نفهموه كاملين ان شاء الله باذن الله. نبداو اول سؤال. السؤال هو كالتالي، قال لك حدد نعتبر الدوران الذي مركزه اوميغا. اذا ما هو المركز؟ اول حاجه نحطوا معطيات ديالنا هنا فرقه، اوميغا مركزه جوج لحقوه جوج، وزاويته شحال؟ تيتا بي على جوج. هاك الجمله خليها مازال ما رجعناش ليها، نكتبوا معايا مزيان. تعبير الدوران ار دو ام كتساوي لنا ار دو ام كتساوي لنا ام بريم. هذا يعطيني الحق نكتب ان زاد بريم تساوي، شوف معايا مزيان، هاد زيد اوميغا دي دوالي تولي عندنا زاد بريم كتساوي اكسبونونسييل اي شحال تيتا؟ بي سيغ دو عامل للزاد ناقص زاد اوميغا زائد زاد اوميغا، باعتبار هاد ناقص زاد اوميغا جبنا لنا درنا لها زائد زاد اوميغا. زاد بريم تساوي اكسبونونسييل اي تيتا اش قلنا نديرو؟ خلو حتى كنرجعو عليه ماشي مشكل، نحسبوه هو الاول، نحسبو اكسبونونسييل اي بي سيغ دو. قلنا لكم طبقوا خاصيه كوس بي سيغ دو زائد اي سينوس بي سيغ دو. كوس بي على جوج هو شحال؟ هو صفر. سينوس بي على جوج هو واحد، حتبقى لنا اي. هذا راه كيساوي صفر، حسبوه بآلة حاسبة، وهذا يساوي واحد، واحد في اي هي اي. عوض معايا في التعبير السابق، تولي لنا زاد بريم تساوي اي عامل زاد ناقص شحال اوميغا عطاونا؟ جوج. اذا نعوضوها بجوج زائد جوج. اذا النشر اي في زاد جوج في اي، هذا هو التعبير العقدي للدوران. دائما في وطن اي وطني لا يخلو من هذا، ما كاينش شي وطني غتلقاو فيه هذه، غتلقاوها في اي وطني، اي وطني بنفس الطريقه تجاوب عليها سهله معاك. طبق الخاصيه اللي عطيتك وتعوض هنا، تعوض مركز الدوران هنا وهنا، استعمل النشر، ادخل العباره سهله. يبقى مشكله دابا الجواب، الجواب مطلوب وحدد لحق دي صوره النقطه ا.
فين ما تسمع لحق دي صوره النقطه تقراها بالمقلوب. كيفاش تقرا بالمقلوب؟ تكتبها بالعكس. اش تكتبون؟ تقول صوره ا هي دي، حيت قال لك حدي دي لحق النقطه ا. صوره من هي ا؟ دي صوره من صوره النقطه ا. اذا صوره ا هي دي. اذا اش غادي ندير؟ اخذ ا هي دي. كي كنكتب هذه الكتابه اش كنعني؟ لنتحقق ان، يعني لنحدد لحق النقطه دي صوره ا. الى كان عندنا هذه اش كيعني؟ هذا اش كيساوي؟ هذا شكون؟ هذا هو زد بريم وهذا هو زد. اذا رجع لهذه الكتابه اللي عندنا هنايا باش تبقاو عاقلين. نكتب لكم هنايا اغدو ام هي ام بريم. اذا شكون هذا؟ هو زد بريم وهذا هو زد. علاش؟ حيت لاحق النقطه ام، هاي نكتبها لكم هنا، هي الزد، ولاحق النقطه ام بريم هي زد بريم. اذا هادو راهم عاطينهم لك في معطيات التمرين. اذا اش ندير؟ نجي دابا زد دي نعوضو هنا. اذا شحال تولي عندي؟ زد دي تساوي اش؟ اي. شحال نعوض زد؟ نعوضها ب ا. اذا تولي لي زد ا ناقص جوج اي زائد جوج. زد ا شكون هي؟ الى ردتو معايا البال، زد ا شكون هي؟ تمشي للمعطيات التمرين تقلبها زد ا، هي 4 زائد اي ناقص جوج اي زائد جوج. اذا نشر 4 في اي، شحال تعطيكم؟ 4 اي اي في اي او كاري ناقص جوج اي زائد جوج. اذا شحال تعطينا اي او سي 2؟ هي ناقص 1. تعطينا 4 اي ناقص 1 ناقص جوج اي زائد جوج. اذا لحق النقطه دي 4 اي ناقص جوج اي هي جوج اي، وجوج ناقص 1 هي 1. وبالتالي لحق النقطه دي هي 1 زائد جوج اي. إذن إلا رديتو معايا البال، أمر سهل جدا. إذن فقط كيبغي منك شوي ديال التركيز، شوي ديال التركيز والملاحظة والانتباه نقطة صورت من. إذن تمشي للجملة إلا كاع افترضوا أنت تلفان ما عارف هذاك الشيء ديال لحق النقطة دي وداك الشيء، قراها بالمقلوب. صورة أ هي دي، سي المعطى صورة أ هي دي، صورة أ هي دي، قلبها هك. إذا صورت من صورة النقطة، كي تعرف دي صورة من هي؟ صورة النقطة، سطر لي على صورة النقطة أ، يعني دير أغدو أ هي دي. عتعقل عليها مزيان، راه سهلة، ماشي شي حاجة واعرة بزاف، لكن رد معايا البال الفكرة. نمشي دابا على بركة الله السؤال رقم جوج اللي هو فيه فقرة أش؟ فقرة الإزاحة. إذا السؤال ثلاثة، السؤال ثلاثة، سؤال ثلاثة، نقرأ نص التمرين في سؤال ثلاثة. نعتبر في المستوى المنسوب إلى المعلم متعامد مباشر، متعامد منظم مباشر أو أو أن أو جوج، النقط أ و ب وسع للتوالي حق التوالي أ 3 زائد 5 إي، ب 3 ناقص 5 إي، سي 7 زائد 3 إي، يكون زد لحقه إم في المستوى وزد بريم لحقه إم بريم، صورة إم بالإزاحة تي ذات المتجهة إي التي لحقها 4 ناقص جوج إي. قال لك بين. إذا ترد معي البال لهذ الفكرة هذه، إلا بتبين شي حاجة في الإزاحة. دابا وريتكم الدوران، دابا نمشيو للإزاحة. شوف معايا مزيان، تذكير بالإزاحة. شوف معايا مزيان، اعتبروا متجهة إي، صورة أم هي أن بريم، هذا يعني أش؟ ترونسلاسيون ديال لو بوان أم هي أن بريم بلو فيكتور إي، ياك؟ إذا ترونسلاسيون ديال لو بوان أم أو إزاحة تي ديال لو بوان أم أم هي ان بريم. اش كيعني هذا الشيء؟ حيد هذه الكتابه كاع، نديرو هنا غير تي دو ام هي ان بريم بلا كاع الكتابه، تي دو ام هي ان بريم. اش كنعنيو بالتي دو ام هي ان بريم؟ يعني ازاحه ام هي ان بريم، ياك؟ ايوا شوف معايا هذه الكتابه اللي غنديرو، نبرهنو على العباره هو الاول. اش عندنا محقق في هذه الكتابه؟ ان لحق هذه المتجهه ام ان بريم هو نفسه لحق المتجهه اي. اذا كنقولوا بان الزد ام ام بريم يساوي زد اي. علاش؟ حيت اي و ام ام بريم عندهم نفس الاتجاه، نفس المنظم، نفس القياس، نعتبروا كاع حنا اي هنايا. اذا اي و ام ام بريم مساويين، ام و ام ام بريم مساويين. اش كنقراو حنا على لحق متجهه في الدرس؟ الى بغينا نحددوها، لحق متجهه ام ام بريم هي زد بريم ناقص زد. علاش كنقولوا زد بريم ناقص زد؟ حيت لحق النقطة ام بريم هو زد بريم، ولحق النقطة ام هو زد. قراها في بداية التمرين،
قال لك في المستوى العقادي المعلم الى متعامد ومنظم نعتبر النقط ليكون في ذاك السؤال من بعد قال لك ليكون زد لحقها او زد لحق النقطه ام. اذا الا سمعتي ام راه لحقها هو زد وام بريم لحقها هو زد بريم. اذا هذه الكتابه الى عوضناها فهاد البلاصه شحال نصبح نحصل على زد بريم ناقص زد تساوي زد او. ندي هذا لهذا الطرف وتولي عندي تعبير متجهات ازاحه هي الزد زائد زد او. اذا في الوطنيه ملي كنحصلوا على هذه العباره كتكون عندنا مباشره. اذا نكتب هذه مباشره تكتب هذه ديريكت اش تعطيك هذه هي متجهات الازاحه. هذه متجهه ما هو الدور ديالها؟ الدور ديالها في السؤال هذا كتذكير اعتبره كتذكير باش تحتفظ به. اذا المطلوب عندنا في السؤال اللي هو سؤال الف بين هو قال لك بين بان التعبير يكتب على الشكل التالي لدينا تي دو ام هي اش هي ام بريم. هذه يعطيني الحق نقول اش ان زد بريم او زد ام ام بريم تساوي زد او. يعني نكتب هذا الشيء اللي كاين هنا وصافي. يعني تحب تولي عندي زد بريم ناقص زد تساوي زد او. شحال هي زد او؟ نرجع للتمرين اي لحقها 4 ناقص جزء اي. اذا نكتب 4 ناقص جزء اي. ندي هذا لهذا الطرف تولي عندي اش زد بريم لدينا هذا الطرف تولي الزد زائد 4 ناقص جزء اي. وهنا حصلت على المطلوب اللي عندنا في التمرين. اذا الى رديتوا البال فالمطلوب كان سهل جدا. حدد زد بريم لحق النقطة حدد تعبير زد بريم اللي كيساوي 4 زد زائد 4 ناقص جزء اي. ثم تحقق ان صورة سي هي النقطة ا. اذا النقطة سي هي صورة النقطة ا. كيفاش النقطة سي هي صورة النقطة ا؟ نعاود نرجع معكم نفس الفيلم اللي درت ديك الساعة. صورة النقطة سي هي النقطة ا. عاود قلب معايا الجملة. صورة ا هي سي. قلبها بالعكس. صورة ا هي السي. صورة ا هي السي. اذا تي دو ا هي السي. اذا اش غادي نتحققوا؟ تبع معايا مزيان بقى شاد معايا الخط باش تفهم مزيان كيفاش غادي نديروا لهذاك الشيء تنخرجوا. تي دو ا هي السي. اذا تبع معايا وتعرف المراحل نكتبوا لنتحقق اش ان تي دو ا هي السي. باش نتحقق من ان تي دو ا هي سي اش غادي تخرج لنا تي دو ا هي سي. هذه نعوض في تعبير الازاحه. عندنا انا اش عندي انا زد بريم اش كتساوي زد زائد اش زد زائد 4 ناقص جوج اي. يعني بمعلوم عباره هذا شيكون هذا زد بريم وهذا زد. اذا نعوضوا هذا في هذا بلاصه وخصنا نحصلوا على زد بريم هي البوان سي. اذا اش غادي نديروا زد ا زائد 4 ناقص جوج اي تساوي زد ا. عندكم في ورقه ردتوا البال هو 3 زائد 5 اي. ها هو 3 زائد 5 اي زائد 4 اللي عندكم فيها 4 ناقص جوج اي. اذا نحسب 4 زائد 3 هي 7 5 اي ناقص جوج اي هي 3 اي. الا لاحظتوا معايا مزيان ومشيتوا للتمرين غادي تلقاو بان السي هي 7 زائد 3 اي. اذا هذه هي زد سي. وبالتالي فلحق النقطه سي او زد او تي دو ا هي السي. اذا باش نتحقق من ان صوره النقطه ا هي السي يكفي عقل معايا مزيان. صوره ا هي السي يكفي انك تعوض هذا في الزد وهذا تلقاه في بريم. وإذا رديتوا البال راه الجملة باينة سي هي صورة النقطة ا. إذا صورة النقطة ا هي السي. إذا ا أتعوضها في الزد وهذيك النقطة ذاك السي اللي مجهول اللي بغينا نتحققوا منه خاصك تلقاه في البريم. تبقى عاقل على هذه الفكرة بقى عاقل على هذه راه هي المهمة في هذا الشيء كامل اللي تحل معاك في الوطني هي هذه. إذا نمشوا ننتقلوا للسؤال با. السؤال با كان مجرد تحقق أو بين أن السؤال هو بين أن بين ان ب ناقص سي على ا موان سي كتساوي جزء اي. بغينا نبينو على التطبيق. اذا اش غادي نديرو؟ فقط نعوضو معطيات التمرين. نعوضو ب ب عندنا فيها 3 ناقص 5 اي قوس ناقص. نعوضو بالسي التعبير ديالها 7 زائد 3 اي
قوس عندك نسوا هاد الاقواس نسوا هاد الاقواس تخربوا على هاد العجب هذا ما يخرج لكم حتى شي حاجه. اذا ا شحال ا هي 3 زائد 5 اي ناقص 7 زائد 3 اي. هاد الشيء حاول معاه شويه وفي الوطني الا ما خرجتش لك هاد الكتابه ما تحاولش معاها مره اخرى خلي لها البليصه ديالها فوت سير خدم حاجه اخرى تا ترجع ليها فكر نفس الوقت وخدم ورجع ليها ماشي انت تبقى معاها ما تبي تخرج عاودها 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 خاصك واحد المره تعاودها صافي جوج مرات فوت ما تضيعش فيها الوقت بزاف تضيع بزاف ديال الوقت تما تبقى تحسب 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 صافي صدقت هو هذاك ما صدقتش فوت سير تمرين اخر خدم خدم مزيان. اذا نتمنى تكونوا خديتوا الفكره يلا كملوا معايا ندخلوا ناقص على الاطراف تولي 3 ناقص 5 اي ناقص 7 ناقص 3 اي على 3 زائد 5 اي ناقص 7 ناقص 3 اي. 3 ناقص 7 هي ناقص 4 ناقص 5 ناقص 3 هي ناقص 8 3 ناقص 7 هي ناقص 4 5 اي ناقص 3 اي هي 2 اي. تبع معايا فهاد البلاصه هذا لان في حاله ما تبعتيش غتخرج لك شي حاجه عمرك شتا. اذا انت في الفرض خدم وخدم مزيان وخدم راخرخ مع راسك ماشي انت تخدم وما تخرج لك وتعصب لا ما كاين حتى شي حاجه شويه على تدخل. كنلاحظوا اول ملاحظه ان هاد الاخوات هادو راه كاين شي جوج نقدروا نعملوا بواحد ناقص جوج. اذا عملنا بناقص جوج غنعملوا بناقص جوج عامل شد معايا رد معايا شد معايا الخط فادي ناقص جوج كنعمد بها نقسم عليها درت معكم انا بشويه زعما باش ما يوقع حتى شي مشكل. ها نعمل بناقص جوج لتحت ناقص 4 على ناقص جوج زيد جوج على ناقص جوج. اذا هنا نختازل ناقص 4 على ناقص جوج ما كاينش شي واحد يقول لك شي حاجه جوج ناقص ناقص زائد 8 على جوج هي 4 كنظن باينه. سطر ثاني 8 4 على جوج هي جوج ناقص زائد ناقص جوج على جوج هي واحد هي اي. اذا اش ندير نضرب لوكونجيغي ولا نضرب في المرافق ديال جوج ناقص اي. اذا جوج ناقص اي ضربه في جوج زائد اي مرافق تلاحظ ناقص ضرب في المرافق ديالو اللي هو زائد فوق جوج زائد 4 اي نضرب في المرافق اللي هو جوج زائد اي النشر تبسيط مباشر جوج في جوج 4 جوج اي جوج اي 4 في اي هي 8 اي 8 4 اي في اي هي ناقص 4 او ندير لكم 4 ليت اي وستنان باش تتبعوا معايا مزيان جوج في جوج و جوج وستنان متطابقه اما ناقص اي في زائد اي هي ناقص اي وستنان. شوف معايا مزيان هادشي اللي عندي بين قوسين ا ناقص ب عامل ل ا زائد ب يساوي ا اوكاري موان ب اوكاري عقل على هذه المتطابقه الله يرحم باك وزيدها ان اي وستنان تساوي ناقص 1. اذا كتبسيط هذا الشيء اللي يعطيك هنا نحصل على 4 شوف معايا مزيان اي وستنان ناقص 1 صافي تخرج لينا هنا نحيدوا هذا ناقص 1 نديروه هنا ونختازل هذا مع هذا تولي 8 اي زائد 2 اي هي 10 اي اي وستنان هي ناقص 1 مع ناقص هي زائد 1 جوج وستنان هي 4 4 زائد 1 هي 5 الى قسمت 10 على 5 تعطيني 2 اي. اذا الا بديتوا البال المطلوب هو هذا اذا خرجت 2 اي رد لي البال الله يرحم باك لهذا الشيء راه في الفرض او في الوطني كيف ما كان راه الا ما كتعرف تبسط داك الشيء بشويه وتكون عندك واحد الراحه نفسيه ترتاح نفسيا باش تخرجها سهله ما تبقاش تكثر على راسك ما خرجتش تعصب تشد ورقه تضربها وما سميتو راه ما تخسر والو راه تعصبتي ما غادي تجيب راه بتجيبها في راسك راه بتجيبها الزيرو اللي بتجي يعني بلا ما تعصب خدم شويه كالمي على راسك وخدم شويه خرجت تبارك الله ما خرجت مشيت للسؤال الثاني ونحاول نضبط الاعصاب ديالي حيت هما كيلعبوك على الاعصاب ديالك داكشي باش كتستريس يعني داك الستريس اللي كيفيك هو السبب الدافع اللي خلاك تجيب ديك 4 و10 اللي كتجيبو للدار الامتحان تعاودو في الدار كيجيك ساهل كتقول وا تفو خدمتو في الدار جاني ساهل وعلاش في الوطني ما جانيش ساهل حيت انت اللي ضغطتي على راسك دير بحال خدام في الدار وخدم عادي وبادي الاعصاب ديالك باش تبدا تحطي تعطينا نتائج مزيانه حيت الاعصاب الدماغ ما كيبقاش كيفكر كيفكر داك التوتر اللي انت عاطيه يعني يستحسن تخليه تخلي راسك انت ثابت وخدم شويه على خاطرك تتخرج مطلوب. نمشي للسؤال جيم استنتج ان ا ب قائم الزاويه وان ب سي كتساوي جوج ديال الاسي. اذا هذا السؤال هذا السؤال راه معضلات
كيجاوبوا عليه ها الله يفكوا صافي. اذا تبعوا معايا مزيان قال لك باين استنتج ان المثلث ا بي قائم الزاويه وان بي سي كتساوي 2 ا سي. اذا لدينا في السؤال السابق اش عندنا بي ناقص سي على ا ناقص سي كتساوي 2 اي. قبل هادشي ما نبداو قبل ما نبداو هادشي اشنا هي خاصنا نعرفوا. شوفوا معايا مزيان هذا الفا اي خاصنا نكتبوا هاد 2 اي على الشكل المثلثي. كتبها معايا بين قوسين باش تعرف 2 اي. ها شوف معايا مزيان 2 اي اشنا هو الحقيقي ديالها هو 0 زائد 2 اي. اذا الى عملت بهاد 2 نحيد 2 من هنا تولي لي 0 على 2 هو 0 زائد اي. بيت في الدائره المثلثيه بيت في الدائره المثلثيه شكون هو اللي كوسينس ديالو كيساوي صفر؟ ها ندير معكم انا خشيبه باش تفهموا مزيان واحد الطريقه زوينه تعقل بها صيرو واحد الطريقه ما كاش فيها شي مشكل. واحد صفر هذا اوفسول ديالو شحال؟ واحد ارتوب شحال؟ صفر. شحال اوفسول تاع هذا؟ صفر ارتوب ديالو واحد. شحال اوفسول تاع هذا ناقص واحد ارتوب ديالو؟ صفر. شحال اوفسول تاع هذا؟ صفر ارتوب ديالو ناقص واحد. ياك شوف عن زاد هنا كاينه بي على جوج هنا كاينه ناقص بي على جوج هنا كاينه الزيرو كاينه دو بي وهنا كاينه بي وهنا كاينه ناقص بي. اذا انت الا كان عندك صفر واحد اش دير؟ ها صفر واحد اذا شحال الزاويه؟ بي على جوج. كان عندك واحد صفر الزاويه شحال؟ زيرو او دو بي. كان عندك صفر ناقص واحد شحال الزاويه؟ ناقص بي. اذا اللي كان عندك هنايا مثلا ناقص واحد صفر الزاويه شحال؟ يا اما بي يا اما ناقص بي. تنطرد لي البلد فكره راه مزيانه تنفعك. اذا دابا صفر جاء صفر واحد صفر واحد اذا الزاويه هي بي على جوج. نديرو كوس تاع شحال؟ بي على جوج زائد اي سين تاع بي على جوج. اذا الى رديت البال هاد الشيء غنستافدو منه غنستافدو بان ارغيمون ديال دو اي كنقصدو به عمده هذا التعبير هذا جوج اي شحال هو؟ هو بي على جوج بالترديد دو بي. والمعيار ديال جوج زائد اي اصلا باين هو جوج حيت المعيار ديال اي هو واحد. هادو خلوهم عندي معلومات دابا هما عندي. دابا نمشيو للسؤال المطلوب ديال المثلث. اذا رد معايا البال هادشي راه باين نفعك في الفرض. اذا هنايا تمشي معايا دير ليا لام ندير المعيار ديال ا موان او بي معيار ديال بي موان سي سيغ ا موان سي يوافق معيار دو اي ارغيمون ديال ب موان سي على ا موان سي يوافق ارغيمون ديال دو اي بالترديد موافقه بالترديد دو بي يكافئ. شنو هي المعيار؟ الا فرقنا المعيار عندنا خاصيه هنا عندنا خاصيه معيار ديال زد على زد بريم يساوي معيار زد على معيار زد بريم. اذا نفرقوه تولي لنا ب موان سي على معيار ا موان سي. معيار ديال الجزء سابقا قلنا هي جوج. اذا ها هو ارغيمون هذا رد معايا البال هذا ارغيمون هذا هذه زاويه هذه نكتبوها اش نكتب لكم الخاصيه باش تعقل. شوف معايا مزيان الا كان عندك ارغيمون ديال زاويه ا موان بي مثلا على ا موان سي اش نكتب؟ هذه كتوافق واحد الزاويه كنقراوها هكا او ا او ا سي قرابه الطريقه ا سي ا بي شتا تقراها بحال هكا بالترديد دو بي. انا قلبت هذا هنا اذا نحاول نقلب لكم الايات تعطينا هنايا هنايا نخلوها ارغيمون ا موان بي ا موان سي بالترديد دو بي. اذا ندير هنايا اش ا سي ا بي. اذا نتوما رد معايا البلد الخاصيه هذه خاصيه مهمه هذا تجيبوه هنا وهذا يكون هنا. اذا هنا اللي مشينا هنا دابا ما نكتبوهاش شكل زاويه اش غادي نديرو؟ غتكون عندنا ا سي بي سي شحال توافق لينا ارغيمون جوج اي سابق قلت لكم هي بي على جوج. اذا تكتب هنايا بي على جوج بالترديد دو بي. اذا كملوا معايا تكافئ اخر سطر. اذا انا استنتج ان دي هذا لهاد الجي تولي لي المسافه بي سي. علاش درت المسافه بي سي؟ حيت تكون في الدرس شوف معايا مزيان بي موان سي تساوي المسافه بي سي او المسافه سي بي
اقول لي علاش درتي المسافه بي سي ولا المسافه سي بي؟ المسافه من عندي لعندك هي نفس المسافه من عندك لعندي، يعني مساوي. اذا بالتالي بي سي ما هو الا المسافه او البلد ابسوليت تمثل المسافه ياك، او المعيار كيمثل المسافه. اذا هنا اذا اش تولي عندي هنا بي سي كتساوي جوج من ا سي، وهاد الزاويه ا سي بي سي هتوافق لينا بي على جوج بالترديد ودو بي. بي على جوج كدل على ان المثلث قائم الزاويه في النقطه سي، وهذه راه الشيء اللي بغا. اذا نستنتج ان ا بي سي قائم الزاويه في النقطه سي، وقياس بي سي يساوي جوج ا سي. نزيدكم واحدة من عندي بس بقوا عاقلين عليها. إلا افترضوا مثلا في الفرض عطاكم مثلث قائم الزاوية متساوي الساقين، أش غادي يخرج ليك؟ غتحتفظ بنفس هاد الشيء، هي بلاصة جوج غتكون عندكم واحد، يعني بصحيح العبارة شحال غتخرج لكم هنا؟ غتخرج لكم هنا إي وناقص إي بحال بحال، حيت إلا كانت إي تخرج لكم بي على جوج، كانت ناقص إي غتخرج لكم ناقص بي على جوج، واحد كيدل على أن الأضلاع متقايسين. ها الأولى، الثانية عقل معايا مزيان. ثالثة، الحالة الثالثة، نعطيكم أنا الحالات كاملين، ثالثة تخرج لكم مثلا نفترض تخرج لكم هنا واحد على جوج زائد جذر ثلاثة على جوج إي، أو واحد على جوج ناقص جذر ثلاثة على جوج إي، يعني مثلا خرجت لكم بي على ثلاثة في هذا الأرجيمو هذا، بي على ثلاثة هنا. إلا خرجت لكم هنا بي على ثلاثة، أش كيعني هذا؟ كيعني بأن المثلث متساوي الأضلاع، إلا خرجت لكم هنا بي على ثلاثة وهنا واحد. مثلث متساوي الاضلاع. اذا هذوك الشيء غادي نحاول ما امكن ندرس لكم فيديوهات دوك الحالات الاخرين اللي بقاو. اذا تبعوا معايا الطريقه وفهموا معايا الوضعيه اللي عندي انا، وحاولوا تفهموا مزيان، واللي يحتاج اي حاجه يراسلني في كومونتير يقول لي الصعوبات فين كيواجهها.